اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات كاتب دوت كوم. في الفيديو ده هنشرح ازاي تقدر تكتب وصف للفيديوهات بتاعتك عن طريق الذكاء الاصطناعي. كل اللي عليك انك تدخل على لوحة التحكم وتختار نموذج وصف الفيديوهات، وبعد كده بتكتب عنوان الفيديو بتاعك. احنا هنا هنكتب رأي احد متابعين كاتب، ده عنوان الفيديو، وهنا بنكتب اسم البراند في حالتنا احنا هيبقى كاتب، وهنا فكرة الفيديو هي نفس العنوان، وبعد كده بنحدد الجمهور المستهدف، هنا مثلا اصحاب المواقع، نحدد عدد الاقتراحات، وبعد كده بندوس احصل على اقتراح، وفي اقل من ثواني بيجي لك اقتراحات مختلفة تقدر تضيفها كوصف للفيديو بتاعك. زي ما انت شايف 3 اقتراحات مختلفين عن بعض، تقدر تختار المناسب منهم، ولو شايف ان الاقتراحات دي غير ملائمة او غير مناسبة لفكرة الفيديو تقدر تطلب اقتراحات جديدة او تغير شوية في فكرة الفيديو وهيجي لك اقتراح مختلف. بعد كده تقدر تدخل على اليوتيوب تشانل بتاعتك وتضيف الوصف في خانة الديسكريبشن هنا وتدوس سيف، وبكده تبقى انشأت وصف حصري جديد لفيديو او للفيديو بتاعك على اليوتيوب.